من المؤكد أنه زواج الممثلة ياسمين صبري عام 2020 من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة شكل نقطة تحول بحياتها ونقلة نوعية بنمط حياة غير مألوف. ولكن ياسمين صبري ممثلة قدرت تلفت أنظار المخرجين وشركات الإنتاج بجمالها أناقتها والكاريزما يلي بتتمتع فيها وأدائها أمام الكاميرا، وخاضت بطولات مسلسلات درامية عديدة. سيادتك عندك اعتراض عشان أنا بنت؟ آخرها مسلسل حكايتي برمضان عام 2019، وكانت أول بطولة مطلقة إلها. غابت من بعده عن الأعمال الدرامية لأسباب مجهولة. وأحدى أهم الأدوار يلي حققت لها النجومية، ده ممكن يساعدني إن أنا أفتكر، دورها بفيلم ديزل إلى جانب الفنان محمد رمضان يلي انعرض بعيد الأضحى عام 2018. مشاريعها بالفترة الأخيرة تقتصر على تصوير الأعلانات وتصدر غلافات أهم المجلات العالمية والمشاركة بالمناسبات كوجه إعلاني، خاصة أنها اختيرت ضمن أجمل 100 وجه بالعالم لعام 2017 وتعد هي المصرية الوحيدة بهالقائمة. أنا لقيتهم بيبعتوا لي بيقولوا لي كونجراتوليشنز، مبروك، أنت بقيتي من أجمل 100 وجه لعام 2017. إلى جانب التمثيل تتقن ياسمين صبري مواهب عديدة رياضية صعبة، وهي السباحة، اليوغا والجيمناستكس، وهي بطلة أفريقيا بالسباحة. باختصار سر نجاحها يكمن بالكاريزما يلي بتتحلى فيها وأتقان لعبة السوشيال ميديا يلي وضعت اسمها من أهم نجمات مصر والعالم العربي.